السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الاسد حبايب قلبي اللي دايما منورني ومشرفني باللايك الحلو وبالتعليق الجميل. باذن الله يا برج الاسد هيكون عندك انفراجات وعندك فتره حلوه قوي 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 الفتره اللي جايه. باذن الله يكون عندك تفاؤل وفتره مليئه بالجمال باذن الله. هدي بقى اعصابك، ما تنساش تضغط لي لايك طبعا. ان شاء الله باذن الله يكون عندك دعم حلو وكلام كتير حلو هنتكلم فيه. يلا يا برج الاسد، النيه بتاعتك ونشوف مع بعض. شايف يا برج الاسد؟ بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب يلا سمعني الصلاه على الحبيب. بص بقى، اول حاجه بسم الله ما شاء الله عليكم، بسم الله ما شاء الله عليكم. الفترة دي فترتك انت لدعمك انت لتثبت وجودك في حاجات كتيرة جدا. عندك كمية سعادة رهيبة، يعني اقدر اقول ان السعادة اللي انت هتبدأ فيها او هتحط رجلك فيها ده طبعا تضحية من حاجات كتيرة جدا انت عملتها. يعني ايه؟ انت ضحيت كتير من اجل ناس، وجيت على نفسك من اجل ناس، وعملت حاجات كتيرة جدا من اجل ناس، بس عندك ثقة بالنفس. عندك ثقة بالنفس حلو. اول حاجة انت عندك زواج هيكمل او خطوبة هتكمل او موضوع معين بالك مشغول بيه هيكمل على خير. الموضوع اللي بالك مشغول بيه ده هيكمل باذن الله. في مواضيع تخص حرف الام او حرف الايه، دول موجودين عندك في حياتك. طيب انت هنا في موضوع حيرة، في امر معيشك في حيرة، او بتمر في فترة ملخبطة شوية في تفكير، ملخبطة شوية في الماديات، مش لاقي مساعدة من حد، مفيش حد بيساعدك في أي حاجة، وعشان كده بدأت تبدأ وتشتغل على نفسك. بعض منكم داخل في مشروع، البعض منكم هيفتح مشروع، البعض منكم ناوي يكتفي بذاته، مش هي خلاص ما بقتش عايز حاجة من حد. في كمان الفترة دي هي فترة أحلامك، إن أنت تثبت وجودك، فترة إن أنت عندك إشارات كتيرة جدا روحانية، انت روحانياتك عالية دايما كده، عندك انتباه وبتاخد بالك من نفسك كويس جدا. حصل انفصال عن حد، او انت خلاص خدت قرار الانفصال، او خلاص عايز تبعد عن الناس المعينة دي، فخدت قرار ان انت خلاص تبعد عن الناس دي عشان انت تعبت منها واتأذيت. في واحدة ست منى عينها، هي حاطة عينها عليكم، في او يعني مش عينها عليكم في زواج، عينها عليكم في خراب، فخلوا بالكم وكونوا اذكياء شويه عن ان انتوا تتعاملوا ببراءه شويه مع الناس دي، عشان الناس دي عيونها عليكم ودايما كده بتحاول ان هي ايه، تبين ان هي ملاك، تبين ان هي حبيبه، تبين ان هي صديقه، وهي اصلا من يوم ما دخلت بيتكم عامله لكم مشاكل وعامله لكم عراقيل. فبلاش تامنوا شويه للناس دي. انتوا معروفين عنكم الحسد. ليه بقى الحسد؟ اولا علشان نظرتكم جميله في الحياه، متفائلين جدا، بتلبسوا قلب، يعني بتلبسوا احسن لبس، اشيك حاجه عندكم، بتتعاملوا كده بطريقه لطيفه، تخلوا مجرد ما بتتعاملوا مع الناس حتى لو اول مره تشوفوهم بتتعاملوا بلقاء وبحب جدا. بس يعني حاجات كده جواك عايز تعبر عنها، في مشاعر جواك، في حب جواك، دايما بتدور على الاحتواء، دايما بتدور على الحب، دايما بتدور كده على الوفاء، دايما انت ما بيفرقش معاك الفلوس ولا بيفرق معاك اي حاجه غير ان الشخص يكون قد كلامه، وغير ان الشخص يكون قد ثقتك ان انت تديها له. بس ده طبعا في شويه امور مضايقك. في هنا كمان كميه انتظار، انت منتظر، لا اما منتظر زواج، لا اما منتظر طاقه، لا اما منتظر حياه جديده، منتظر امور تطلع منها، الله اعلم. بس انتوا الفتره دي عندكم طاقه انتظار بطريقه رهيبه. عندك كمان هنا حقيقة بتكتشفها، والحقيقة دي ربنا هينصرك على أعداء، يعني خلي بالك الفترة دي ربنا هينصرك على أعداء في حياتك وهيخرجك من المشاكل السلبية. أنت بتبذل أقصى مجهود إن أنت تكون رافع العلم فوق، أو بتبذل أقصى مجهود إن أنت تبني بيتك، أقصى مجهود. أنت عندك بناء حاجات جديدة في حياتك، لإما هتبدأ تبني أسرة، جوازك هيتم فهيبقى فيه أسرة، الله أعلم، يعني فيه بدايات جديدة. يعني شايفة كمان شوية هموم أو شوية حزن، شوية غدر، شوية عراقيل قدامك، بس بإذن الله هتطلع منها. عندك تأنيب الضمير، ضميرك بيأنبك في حاجات. في مفتاح، يا هل ترى المفتاح ده إيه؟
مفتاح سعادة، مفتاح تغيير، مفتاح طاقة، مفتاح زواج، مفتاح قصة جديدة، الله أعلم. بس أنت عندك مفتاح ناوي، المفتاح ده تحت رجلك، المفتاح ده تحت رجلك، يعني لو انت خدت بالك كويس جدا هتلاقي المفتاح ده في ايدك. المفتاح ده ممكن يكون مفتاح حياة جديدة، ممكن يكون مفتاح شقة جديدة، الله أعلم. بس في مفتاح حلو انت هتفتحه بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. في نفس الوقت كمان عندك أسئلة بتسألها كتير لنفسك، يعني عندك كذا سؤال في دماغك عايز إجابة، بتدور على إجابة الأسئلة اللي في دماغك علشان تكون مرتاح. في كمان هنا قبول حاجة تاني جديدة في حياتك هتتعرض عليك بعد كام يوم، في عرض جديد عندك هتشوفه أو هتسمعه. الفترة دي انت بالك مش مرتاح، ما اقول لك الصراحة بالك مش مرتاح بسبب الموضوع اللي شاغل بالك، فياريت تخلي بالك. في هنا كمان يعني انت بتصلي او بتركع لربنا او بتعيط ليل ونهار بتقول يا رب انا عايز اخد حقي، يا رب اكلوا حقي. حصل عندك بالفعل سرقة، سرقة في حاجات تبعك انت اتسرقت، وده طبعا حاجة زعلت عليها قوي، وعلشان كده جالك شوية تعب، جالك شوية مشاكل بسبب اللي انت فيه ده. في هنا كمان شوية تعب ظاهرين على صحتك الفترة دي، فخد بالك شوية وشوية يعني من صحتك، صحتك ما فيش حاجة هتنفعك من بعد صحتك. في كمان مفاجأة، مفاجأة بتتحضر لك من حد، المفاجأة دي مش في حساباتك خالص، من حد يعني كان بينك وما بينه موضوع، كان بينك وما بينه او انت خدمته في حاجة، او بينك وما بينه حاجة، فبإذن الله هيقدم لك حاجة او هيحاول ان هو هيسعدك. في هنا كمان فترة من العزلة، انت منعزل عن ناس، منعزل عن اهل، منعزل عن احبة، منعزل عن حاجات في حياتك، يعني انت منعزل شوية عن حياتك. طيب في حاجة برضو كمان ما تزعلش مني ان اقولها لك، انت مقصر فيها، لا اما مقصر في علاقتك مع الشريك، لا اما انت مقصر في عبادة ربنا، لا اما انت مقصر في سأل عن حد، في حاجة انت مقصر فيها، في حاجة انت كنت بتعملها على طول والفترة دي بسبب ان حاسس ان ظهرك انحنى، مش عايز تتعامل تاني مع الاشخاص دول وقررت ان انت خلاص. في كمان هنا حد بيحاول، انت اكتشفت حقيقته او بيحاول يبرر لك، يقول لك انا ما عملتش انا ما، وانت طبعا بتقول له انت بتكذب، انت كذاب، ففي حاجة انت شاكك فيها خلي بالك. في ناس من ابراج نارية بتحبك قوي، ممكن يكون اخت من برج ناري او حد من بتحبك قوي ودايما نفسها تسعدك، او نفس يعني ممكن تكون بنت او ولد، عندك حد من الابراج النارية بيحبك قوي وبيحاول ان هو يقف معاك، المشروع اللي انت فيه ده هينجح وهيوصلك لطريق خيط وهيوصلك لتحقيق هدف، هيوصلك لنجاح مازال موجود في حياتك، فانت عندك طاقات حلوة بتتوزع، فما تقلقش خالص. العقبة اللي موجودة عندك بإذن الله هتنزاح منك، وفضل ربنا هتكون في قمة الازدهار، وهتفعلا هتحس ان كل اللي حصل لك في حياتك انت تستاهله، علشان رب انت تستاهل التبشرات الحلوة. ففي برضو شوية خنقة وضيقة عندك، بتجيلك شوية خنقة، حاسس بتضيق شوية في حياتك. في كمان قعدة، القعدة دي هيبقى فيها عتاب بينك وما بين حد، انت هتقوله هم هتقوله، بس دايما اقولك عندك اخت شريك، اخت شريك دي حقودة سماوية، يعني سماوية بمعنى الكلمة، ما بت هي ايه ما بتحبش تشوف حد مبسوط، يعني الحاجات هي من عندها نقص في، لان عندها نقص في حياتها، فلو ما بتشوفكم انتوا متألقين وواثقين في نفسكم حاسين بالتوتر وبالحيرة. في كمان هنا تبشرات حلوة، هتبشرك بمنزل جديد او بسيارة جديدة او بحاجة جديدة، باشياء انت هتشتريها لنفسك، لبس جديد، حاجات جديدة، الله اعلم. بس في حاجات، في تبشرات بتقولك ان انت ماشي في طريق خير، الطريق ده هتشتري منه حاجات كتير، او انت في انتظار مبلغ جاي لك، المبلغ ده ممكن يعوضك عن حاجات انت بتمر بيها الفترة دي. بس عايزاكم علشان الحاجة تكمل التحصين التامن والكتمان، اكتموا وحصنوا نفسكم. عندك كمان هنا حد مأثر عليك، او حد مأثر على الشريك اللي في حياتك، الشريك مطعون، الشريك مش لاقي حد واقف جنبه او حد معاه في حياته،
الشريك مطعون حرفيا الشريك مطعون ومغزول ومش عارف يعمل ايه، بس هو اتخلق لقي الناس دي اهله او الناس دي مقربين ليه، فعشان كده الشريك عايش في فترة من القلق وانتوا بتحاولوا تطبطبوا عليه بس مفيش اي نتيجة. البعض منكم مستني توقيع، البعض منكم مستني بصمة جديدة، مستني حاجة تطلعه من اللي هو فيه او بيمر فيه حاليا. في هنا نية حمل او نية او طاقة انجاب، طاقة مولود الله اعلم، بس في حاجات عندكم. طيب السحر اللي بيتجدد لكم ده من اهل الشريك، حرفيا من اهل الشريك. عندك واحدة ست بيضة ملامحها حلوة قوي قوي، متعددة العلاقات وبتخون، مبينة ان هي ملاك بس هي بتخون، والست دي انتوا عارفينها جدا جدا يعني عارفينها مش معارفينها. فانا عايزاكم او انصحكم ان انتوا تاخدوا فترة من الراحة، فترة من الهدوء، فترة من التغيير، فترة من الطاقات الحلوة عشان تطلعوا من اللي انتوا فيه. في كمان هنا شخص، الشخص ده هتتعرفوا عليه من التواصل الاجتماعي او هتتعرفوا عليه من السوشيال ميديا، وعلاقتكم هتوصل لعلاقة حلوة، هتوصل للكلام حلو بينكم، وهتحسوا كده ان انتم يعني مشدودين لبعض، عايزين تتعرفوا على بعض اكتر، وهيبقى في تعارف حلو. بس ايه، في عراقيل يعني، ممكن الاهل يرفضوا، ممكن الاهل يقول لك لا، بس لو انتم صممتوا واصريتوا على هدفكم كل حاجه هتبقى زي ما انتوا عايزين. فخلوا بالكم من الحاجات دي عشان انت عندك انفراجات حلوه او عندكم انفراجات حلوه. وكمان اقدر اقول ان انتوا هتعرفوا الافعى اللي في حياتكم وهتخرجوها من حياتكم بطريقه كبيره جدا، هتطردوها بره او ما هتموتوها بمعنى اصح. الافعى دي هتعرفوها، هتعرفوها ازاي، هتكونوا في مواجهه، هتعرفوا الست دي كويس جدا، ومن بعدها يعني هتعملوا حاجات كتيره جدا مختلفه في حياتكم طال انتظارها. فالفتره دي لو كان عندكم تقلب المزاج يا ريت ان الهدوء التام، اهدوا كده وهدوا اعصابكم، مفيش حاجه والله تستاهل اللي انتوا بتعملوه ده. انتوا لو ممكن يكون عندكم سفر او صلح او حاجات كتيره جدا. في هنا يعني انت عاوز تبعد عن ناس موجوده في حياتك، وفي حد عندك بيدبر لك مكيده، الحد ده من زمان قوي عينه عليكم، من زمان قوي. ما تقلقش مهما يحاول مش هيوصل، خلي بالك، ومش هيعمل اي حاجه. خلي بالك ان انت باذن الله بفضل ربنا هيكون عندك نيه حلوه الفتره دي، وهيكون كمان طاقتك مرفوعه، وهتكون منزهر بافعال كتيره عندك بسم الله، كمان ما شاء الله عليك عندك ازدهار حلو قوي، وهتكون كمان في قمه العلوه، او هتكون مندفع قوي، يعني ما شاء الله عليك انت ناوي تعمل حاجات جديده، والحاجات اللي الجديده دي خلاص في كمان تاثير عليك، تاثير عليك من ناحيه الاهل. في ست انت بتحبها، الست دي انت بتحبها قوي، هتتاثر عليك في حاجه صح، بس هي ماديه شويه، يعني انت عشان ترضيها بتديها فلوس صح، او انتوا بتدوها فلوس عشان بترضوها هي، بس هي بتحبكم قوي، هي دي حقيقه، هي بتحبكم، بس هي يعني هي لو انتوا عشان تصالحوها وتحبوها تشتغلوا معاها على موضوع الفلوس، موضوع الفلوس ده هي معاك، هي كده كده تكون تمام قوي ليكم. طيب اقول تاني ان الفتره دي مليئه باحداث قويه ومليئه بازدهار حلو، فيا ريت تخلوا بالكم بسم الله، كمان ما شاء الله عليكم. عندك هنا اللون الاسود او اللون البنفسجي، اللون الموف، عندك ثلاث الوان ظهر لك، الثلاث الوان دول بيدل ان الفتره اللي جايه باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هتنزل وتشتري حاجه جديده في حياتك، او هتعمل حاجه جديده بتخص الالوان دي، ممكن تغير حاجه في ارض بيتك، هتنزل تشتري هدوم عندكم. الثلاث الوان دول انت ناوي، او في بعض منكم اللي بيحب اللون هيبقى في تحضير مناسبه الفتره اللي جايه. كمان الفتره دي انت بتحاول تطنش وبتحاولوا ترموا ورا ظهركم، وما خلاص بدات تقولوا انا لازم احرر نفسي من اي علاقه سامه، انا لازم احرر نفسي من اي تقيد، وعشان كده بدات تشيل من بالك انا ماليش نفس، مفيش حاجه اسمها نفسي مسدوده، بس انت نفسك مسدوده من الاشخاص ليه؟ عشان حواراتهم كتير. طيب بتحاول تطلع من الروتين اللي انت فيه ده باي طريقه. في صيام عندكم، انتوا بتصوموا ايام عليكم او ناويين تصوموا ايام عليكم الفتره دي، ما تخلوش الكسل يسيطر عليكم، وما تخلوش الحزن ياخد جزء كبير منكم، لا اطلعوا
كبروا دماغهم شوية. عندك بشرة حلوة، البشرة دي هترزقك بتغيير برضو حلو. حد عندك، الحد ده يعني مش هقول لك ان هو بيحبك ولا هقول لك ان هو بيأذيك، بس الحد ده بيعض اي حاجة بتتمدله، بأي حاجة بيعضها، اتمدت له ايد بيعضها، اتمدت له حاجة بيعضها، ما هو اتغير. في ناس كمان حواليك، ما تزعلش مني في اللفظ اللي هقوله لك، بس حقيرة، ناس فعلا حقيرة وبيتفقوا عليك ان يوقعوك في شر اعمالك. فخلي بالك من تسجيل مكالمات، خلي بالك من صور على التليفونات، ما تخليش حد يمسك تليفوناتكم، ما تخليش حد، تحذروا من الكلام. في ممكن تيجي واحدة تكلمكم بالنيابة عن حد، فانتوا من طيبة قلبكم تقعوا بكلمة فتسجل لكم. يا ريت تكونوا حذريين شوية، عشان في ناس نكارين الجميل عندكم. في هنا كمان حد ناوي ياخد خطوة اتجاهك، حد ناوي يتقدم لك، او ناوي بمعنى اصح ياخد خطوة اتجاهك انت. فخلي بالك بقى، عشان الخطوة دي هتكون بعد كام يوم، هيجي وهيدخل بيتكم وهتتعرف عليه بمعنى اصح، وهيبقى في كلام برضو بينكم، او هيبقى في حاجات هتحصل عندك. في كمان هنا فترة، الفترة دي هتناسبك ان انت تندفع دفعة لقدام، وهيبقى عندك كده قوة خارقة ان انت تكون مندفع لقدام بشكل كبير. مش هيفرق معاك كلام الناس تاني، مش هيفرق معاك اي حد، بالعكس هتشتغل قوم خلاص. اي نعم، انت الفترة دي مش راضي عن حاجات كتيرة جدا بتحصل في حياتك، مش راضي عن حاجات كتيرة جدا انت مش عايزها تحصل، بس برضو متكل على ربنا. الوضع اللي انت فيه السكوت. حد مسجون عندك هيخرج بإذن الله، وربنا هيغير بيه الحال. الحد ده اي نعم هو في ضيق وفي خنقة، بس بإذن الله ربنا هيفك كربه بفضل ربنا. وبلاش الدموع، الدموع اللي على الفاضي وعلى المليان، مفيش حاجة تستاهل دمعة بس من عيونكم. انتوا عندكم استرجاع حق، عندكم رجوع حاجة في حياتكم. الفترة دي كمان في كمية اشتياق ولهفة، اشتياق ولهفة الاطفال، اشتياق ولهفة الحبيب، اشتياق لطفة ولهفة لحد بعيد عنكم، اشتياق ولهفة ممكن يكون الشخص متوفي الله اعلم، بس انتوا جوه قلبكم حب، جوه قلبكم كده اشتياق وحاجات كتيرة جدا بتمروا بيها. الفترة دي لو انتوا ناويين على السفر سافروا، لو انتوا ناويين على التغيير غيروا. الفترة دي قدامكم 15 يوم من بداية من بداية ان انتوا تتفرجوا على الفيديو، هيبقى فيه قدامكم 15 يوم، 15 يوم دول اللي انتوا لازم تثبتوا فيها وجودكم. يعني ال 15 يوم دول ممكن يكون فترة جميلة للحمل، فترة مليئة بالمفاجآت السارة، فترة مليئة ان انتوا تقفوا وتحلوا الخلاف اللي بينكم وبين الشريك، عشان السبب الخلاف اللي بينكم سحر تفريق. وعشان كده السحر ده يا جدعان او يا جماعة، السحر ده ممكن يكون سحر توقيف حال، سحر تفريق، سحر مشاكل. فسبب انفصالكم عن الشريك سحر تفريق، فياريت تخلوا بالكم شوية وتهتموا بصحتكم وتهتموا بنفسكم. وكمان عايزة اقول لكم ان اللي مزعلكم بدأتوا تكبروا دماغكم منه وبتقولوا منكم لله. فعشان انت هتاخد حقك ما تقلقش من اي حاجة، والناس اللي عارفة كويس جدا تستغلك وتضغط عليك، بإذن الله ربك هينصرك عليهم وهيبشرك بذرية صالحة. طيب هقول لك كمان على سر خطير. السر الخطير ده ان انت اليومين دول بأي طريقة جاي لك مبلغ فلوس، حد من المقربين هيبعت لك فلوس، والفلوس اللي هتجيلك دي ممكن تكبر المشروع بتاعك، او هتناوي تهدي هدية لحد بتحب دايما تشوفه مبسوط. صح ولا غلط؟ انت في منتظر فلوس بطريقة كبيرة اوي الفترة دي، وخصوصا اليومين دول، علشان خاطر عايز انت لما بتحب حد بتحب دايما تعمل له اي حاجة هو ممكن تنبسطه، او اي حاجة تفرحه، بس مش عايزاك تكون متسرع في قطع علاقة او في قطع اي حاجة، وعايزاك تركز كويس جدا من اللي في كل حاجة انت بتعملها، ومش دايما تخفي اوجاعك. زي ما ما بتعرفش تكتم الحلو، يا ريت برضه ما تكتمش اوجاعك، لا اتكلم، قول ان انا تعبان، قول ان انا مخنوق مثلا. وبلاش تفكر في كل اللي حواليك ترضيهم ازاي، بلاش تفكر فيهم كلهم، فكر في نفسك شويه،
مع نفسك ليها حق عليك. فانت لو محتاج تعتذر او محتاج تطبطب، نفسك هي اولى حاجة بيك. لما تعتذر لنفسك وتطبطب على نفسك هتحب نفسك، هتشوف نفسك بشكل مختلف. ما بالك بقى لما تشوف نفسك، ان تشوفوا نفسكم بشكل مختلف، هتلاقوا نفسكم كده نفسكم مفتوحه، والحاجه اللي بتحبوها اعملوها من غير ما تترددوا ولا تفكروا. الظروف العاطفيه هتكون من صالحكم الفتره اللي جايه. انتوا دايما كل ما خلاص بتحسوا ان هو فاض بيكم بتقولوا يا رب. احنا بنقول يا رب. عصبيين اول الفتره دي، عصبيين. بصوا انتوا ممكن تتخانقوا مع دبان وشكم، عصبيين كده بسبب هي دي ضغوط. يعني هي العصبيه بتطلع من ضغوط اللي انتوا فيها، وعندكم حد انتوا برضو بتحبوه قوي، بتحبوه قوي بس ممتاز كويس جدا ان هو يعصبكم، اذا كان حبيب او اذا كان اطفال، زي ما يكون حد عندكم انتوا بتحبوه روحكم فيه، بس بيرتاح وبيقول لكم كده، بيقول لكم انا برتاح لما بعصبكم، برتاح قوي لما بشوفكم متعصبين، برتاح قوي لما اشوفكم مش مخنوقين. هو بيحب يضر شكلكم، وانتوا طبعا حابين الحاجه دي بس مش عايزين الضغط النفسي. مشكلتكم لما بتتعصبوا كل حاجه بتطلع في الوقت العصبيه دي. فياريت تخلوا بالكم وتحلوا مشاكلكم بنفسكم. كام يوم وهتجيلكم رسالة تفرحكم، كام يوم وهتلاقوا ماسك كده او رسالة من بريد، رسالة من حاجة معينة عندكم، والامور بفضل ربنا هتكون من صالحكم. والموضوع اللي شاغل بالك فيه ونفسك انه المعجزة تحصل، كل حاجة بإيد ربنا، لا يعلم الغيب إلا الله. ممكن ربنا يبتليك لحد ما يشوفك هتستحمل لحد إمتى ولحد فين، وممكن يكون ابتلاء ربنا ده ليك قوة عشان يقويك وعشان تستحمل أكتر ويكون عندك خبرة أكتر في الحياة. أتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاؤل. يا رب قراءتنا النهاردة تكون عجبتك ودخلت قلبك. ما تبخلش عليا بقى باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلي فيه على الحبيب. وكل ما فيديوهاتك هترتفع، كل ما أنا هتأكد أني عندي جيش كبير جدا من برج الأسد حبيب قلبي، وهنزل لك توقعات جديدة وحديثة. تحياتي ليك، وأتمنى لك كل ما هو جميل من أجل حياتك.